بدأت معاكم ب من البداية في الشرائح عن ركائز أو دعائم العلم أو أي علم موجود. الدعائم الأساسية لأي علم طبعا زي ما قلنا قبل كده المسميات، المسلمات، النظريات، الحقائق. من المسميات والمسلمات تم عمل النظريات، وعندما تثبت النظرية نصل إلى الحقائق أو الفاكس. أي علم في الدنيا هم الأربع أساس. طيب احنا الوقت موضوعنا عبارة عن تكنيك بيجمع وعاء يجمع اليقين واللا يقين في البيانات والمعلومات. اليقين درجات اليقين من العلم للنظر لتصديق الحواس، بمعنى أن اليقين ثلاث درجات. أول حاجة علم اليقين، ودي معناه العلم بالشيء سماعا أو خبرا أو قياسا، دي أول درجة العلم، علم اليقين. تاني درجة اللي هي عين اليقين، عين اليقين اللي هي المشاهدة والمعاينة بالنظر أو بالبصر يعني. تالت درجة من درجات اليقين اللي هي حق اليقين. حق اليقين يعني منتهى العلم إذا دخلوها على طول، يعني على سبيل المثال علم اليقين هو العلم مثلا كمثال يعني علم بوجود الكعبة. عين اليقين لما رحت وشفتها رؤيتها. حق اليقين لما دخلت جواها. ده مثال بسيط. مثال تاني من الحياة منطقة التماسيح، في مكتوب عليها تحذير احذر هذه منطقة التماسيح، وهو قاعد قدام المية، فاحذر. يبقى ده علم اليقين. علم اليقين ده ايه؟ بيبقى بالشيء سماعا او خبرا او قياسا، يعني هم كتبوا هنا لان سمعوا او عرفوا ان المنطقة دي منطقة تماسيح يعني. يبقى ده علم اليقين. بدأ التمساح يظهر في المية قدامه في الشكل ده، في نفس المنطقة هو قاعد، بدأ يظهر قدامه في المية لسه ما هجمش عليه يعني. فلما شافه يبقى أصبحنا في موقع عين اليقين. لما التمساح هجم عليه ومسك رجله بالمفاجأة وصلنا إلى حق اليقين. زملائي الأعزاء، أي فكرة بحثية تتعامل مع البيانات والمعلومات والمعرفة كانت تزاحم الحقيقة أو تزاحمها الحقيقة نفسها، إذن يجب أن يكون هناك أنواع من اللا يقين. هذا اللا يقين يكون ناشئ عن تناقض، الغموض، الجهل، الحياد، التشبع، وهنتعرض الكلام ده بالتفصيل من خلال المحاضرة من خلال هذه الفعالية. فحياتنا العلمية تجمع بين فجوات اليقين أو اللا يقين أو كليهما معا. والنيتروسوفيك وعاء يجمع الكل، يجمع اليقين واللا يقين. إذا انفصل الكل عن الأجزاء يفقد الكل سلامته، وإن انفصلت الأجزاء عن الكل تفقد أيضا الأجزاء سلامة. حركة الفيروسات غير محددة. طبق البرنامج على البيانات عندي إن الصور دي موجودة فيه. أيوة للناس المرضى.
جاهزه يعني هي جاهزه عن جاهزه بقى على موقع اي موقع عالمي. فانا ادخل بالحاجه بتاعتنا وهو يعمل لي مقارنه ب بعض يعني طلع لي دقه رهيبه يعني دقه في الاصابه دقه في عدم الاصابه دقه ان بين وبين عملنا حاجه زي كده يعني سيستم كامل على الموضوع. طبعا ده النظام بقى احنا قلنا ان السيستم بيجمع ما بين ايه بيانات والمعلومات اليقين ولا يقين مش هطول فيها دي الكلام اللي انا قلته بالتفصيل حتى بدأتها بظهر النهاردة لما قلت يس ونو والديترمنسي اللي هي الدرجات يعني بعطي نعم بدرجات ولا بدرجات واقف على حياة بدرجات. ده أول كتاب في النظرية سبق وعدة أبحاث في الفيلسوفيك كريس سيت ثيري معمول مع يعني مع العالم الأمريكي اللي هو مؤسس اللوجيك اللي يتكلم يعني مؤسس اللوجيك او الفيلسوف اللوجيك لان احنا حولناه الكهرباء حولناه الجي اي اس حولناه نظم معلومات جغرافيه حولناه لرياضيات حولناه لاحصاء. وهذا الرجل رشح لجائزه سنه 2015 وفوجئت بمين؟ قال لهم لا ده فلان مصري معايا على هذا الكتاب الفيلسوف كريس تيل عمل هقولها في التفاصيل. دي بقى انواع البيانات كلها اللي انا قلته ده الكلام ملخص اللي انا قلته كله ان انواع البيانات هنا في بيانات في البحث العلمي بيتم معالجتها الحاجه العاديه بتوصل لمعلومات المعلومات بيتم تنظيمها بنوصل للنولج والمعرفه النولج والمعرفه اللي نؤدي منها الى القرارات بعد كده الوزن والحكمه في هذا البيانات دي العاديه كلها مبنية على اللي هي بيانات الوحيد أو السيرتيك. أما الجديد لما خدنا بقى كل البيانات لها في الحالتين خدنا اليقين ولا يقين معاه وفي المعلومات نفس الكلام خدنا معلومات اليقين ومعلومات إيه الميزة هنا؟ إن الثلاث صور دهم ميزة النيتروسوف سيستم إن أنا وعندي البيانات وعندي المعلومات والمعالج دول ثلاث متغيرات. لو انا عندي المعلومات وعندي المعالج اقدر اجيب البيانات الاصليه. مفيش اي سيستم في الدنيا يجيب لي البيانات الاصليه، لازم ابدا بالبيانات الاصليه واعمل بروسيسنج بعد كده احصل على الانفورميشن. لا ده هنا لو انا عندي المعلومات نفسها اللي هي بتجمع اليقين واللا يقين والسيستم اللي بيعالج الداتا دي او البيانات دي بقدر احصل على ايه؟ على الانبوتس، مفيش حد انا لازم يبقى عندي انبوت عشان اعالجه. لا دي من مميزات الايه؟ طبعا فوق هنا معلش اللي فوق ده عندنا الفلاح في البلد لما بسيب الدونكي مش عايز اقول لما بسيبه بيروح بيت لوحده يبقى اقدر اقول عليه ان هو ذكي بدرجه صفر؟ مفيش صفر، ما ينفعش. طب روح لوحده يبقى في درجه. يبقى فيه درجة. قطعة العملة في الإحصاء شوفوها في الفيلم طب ده هعالجها ازاي؟ الإحصاء العادية هتعالجها ازاي؟ لا ده لازم صورة أو كتابة. برضو دي ظاهرة الثقوب السوداء بقى. في العلم احنا كلنا علمنا أولادنا للأسف إن العلم تراكمي وبيزيد. صح السؤال بيكبر انه تراكمه بيزيد. لا هنا بقى المفارقه العجيبه ان الثقوب السوداء كلنا عارفين ان ثقب صغير بيبلع مجرات كبيره. العلم بقى الكلاسيكي قال ايه؟ في تفسير؟ التفسير انا بتكلم عن مجمل على المجمل ان هنا ثقب صغير ظاهره الثقوب السوداء ثقب صغير بيبلع مجرات كبيره. يبقى دي في عرف العلم الكلاسيكي ملهاش تفسير. يبقى فيه صح في حياد في لا يقين لان احنا بنقول دايما الكبير هو اللي بيبلع الصغير. هنا الوقت الصغير هو اللي بيبلع الكبير. طب راي العلم الكلاسيكي بتاعنا ايه؟
طيب عشان اليقين ولا يقين اللي بتجمعه من الفلسوفيا الساعه دي عطلانه النهارده، هل هي عطلانه 100%؟ الساعه والمنبه هنا على ساعه الحيطه عطلانه. ده السيستم الكلاسيكي اللي انتوا عارفينه، مدخلات معالجه ومعالجه. ايه بقى هنا الميزه؟ الايكويشن او المعادله بتاع هذا السيستم A سيركل R equals B، ده الفلسوفي سيستم ايكويشن. هنا لازم يكون عندي في السيستم الكلاسيك لازم يكون عندي مدخلات، فعشان اعمل لها ايه؟ معالجه، وعشان اطلع في النهايه ايه؟ ده في الميكروسكوبي. شوفوا بقى الجمال، بجيب صور من الاحياء والبيولوجي. الجمال هنا ان انا لو عندي الاوتبوتس او الانفورميشن والسيستم زي ما انا قلت هقدر اجيب الامبوس. مفيش سيستم يعمل كده، مفيش سيستم كلاسيكي يقدر يجيب لي البيانات من المعلومات. ما يقدرش في الكيمياء، في الاحياء، في الجغرافيا، ما يقدرش. ده بقى ميزته ان اذا علم اثنين بين الثاني. ده مثال على معالجه البيانات عن طريق السيستم بتاعنا نيتروسوبيك باكج اللي بتعالج كل البيانات. لاحظوا في الاكسل هنا انا عاملها بالاكسل ايه؟ الاكسل ده كلنا نعرفها، حتى كله يعرف ان الاكسل ده الخليه بتاخد قيمه واحده، الفاريبل بتاخد قيمه واحده بس. احنا عملنا من ثلاث قيم لان للخليه الواحده. ليه؟ ما ناخد راي حضرتك وراي حضرتك وراي حضرتك وراي كل الاراء دي نحطها في السيل الواحده. دي عشان اعمل معالجه او ده في السيستم اللي احنا ده ملخص بس حته بسيطه. لذلك هتلاقيها ثلاثات هنا لان الميكروسوفت اقل شيء تريبل، اقل شيء ثلاث. نيجي بقى ده ما هي بقى الفجوه العلميه او البحثيه اللي احنا اتكلمنا عن اسلوبنا. الفجوه البحثيه يعني ايه يا شباب؟ كلكم مسجلين صح؟ عملتوا خطط بحث صح؟ عشان تعملوا ايه؟ عشان نعالج فجوه، عشان نعالج فجوه في الابحاث صح ولا لا؟ يبقى الفجوه البحثيه بتاعتك هي قضيه في البحث العلمي. ايوه قضيه في البحث العلمي ممكن لم يتطرق ليها الباحث او لم يتم التطرق لها من اي حد.